حكمة اليوم: هناك من يكره الآخرين لمزاياهم وليس لعيوبهم. مشان هيك لا تزعل لو لقيت حدا بيكرهك بدون سبب، ازعل لو كنت على هامش الحياة مش بقلبه، ازعل لو كنت منسي وما حد حسدك أو اتضايق منك أو حاول يعرقل حياتك، ازعل لو حبوك الناس على شيء زائل مثل مالك أو شكلك أو مكانتك الاجتماعية أو منصبك، ازعل لو كنت مجرد رقم صفر في شمال الحياة، وازعل لو مرت هالكلمات على عقلك مرور الكرام وما تركت فيه ولا أثر.